مع فقرة أمهات إيديال مفاجآت كثيرة كتنتظرك. شارك وفوز كل شهر بجوج تليفونات سمارت فون بيناتهم لا محدود ليك والميمة العزيزة عليك، وكذلك إيديال كتهديك العديد من المنتوجات للربح كل يوم. وانت شنو بغيتي تقول للأم ديالك؟ إذن كيف العادة في هذا الوقت كنت وقفوا مع لي ميساج ديالكم لواتساب ديالكم سواء المسموعة ولا المكتوبة، ما شاء الله عليكم كاملين كترسلوا لنا رسائل اللي هي زوينة ورسائل اللي كتأثر وكتأثر في القلب وكتأثر فينا، كتبعتوها بحق الأمهات ديالكم. ديما كنطلبوا الصحة والسلامة للجميع. طبيعة الحال اللي غادرنا لدار البقاء كنجدوا لهم الرحمات والدعوة كيف كنقولوا المعزة الغالية كتبقى في القلوب ديالنا. رجاء الوحيد هو أنكم نسبتوا لي ميساج ديالكم، الله يعطيكم الخير. اسم ديالكم بالكامل، مدينة منين نتوما، والارقام ديال الامهات ديالكم، هكا تختصروا علينا كثير 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 من الوقت. وما نبغيش شي سيده تقول لا ما عيطوش لي، لان كنعيطوا اكثر من سيده. يعني كاين اللي كتكون تليفون ماشي حداها، كاين اللي ما تتجاوبش، وهذا وانا ما نبغيش شي سيده تقول لا انا عيطوا لي وما عندي زهر وهاد الامور كلها. لا، نبغيو كل شيء ما شاء الله انه يشارك معنا ويوصل للرسائل ديالو الام ديالكم وتعطيوها المحبه قدام الجميع، لان الامهات كيف كنعرفوا كيستحقوا كيستحقوا دائما الافضل والاحسن للوالدين كاملين. دائما كتواصلوا معنا ودائما عندكم رباح اللي هو عباره عن المنتوجات ديال ايديال كل نهار، بالاضافه رباح اكبر اللي هو عباره عن جوج ديال التليفونات سمارت فون. اليوم معنا حنان. حنان السلام عليكم. عليكم السلام اختي جميله. لاباس عليك؟ صحيحه لاباس الحمد لله. كثير اختي انت اخبارك دابا؟ الحمد لله. دونك حنان من الدار البيضاء. حنان بغيتي تقولي شي كلام في حق الام ديالك ياك؟ اختي بغيت كاع الناس يسمعوا. كاع الناس يسمعوا. نمشيو نسلموا على مينا بعدا الحاجه. لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله ربي يحفظك. شكرا لك لمينة. لمينة وحنان، حنان اليوم بغات تقول لك شي كلام اللي هو زوين في الحق ديالك، نسمعوها. يلا حنان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بغيت نشكر الام ديالي هي مينة. انا حنان بغيت نشكر الام ديالي هي مينة. يلا تفضلي. بالنسبة لي كلمة أمي هي بزاف ديال الحوايج، هي الحب والحنان والعطف والسعادة والفرحة والابتسامة ديالي. ملي كنت أنا اللي مقابلاها هي اللي ولات مقابلاني من بعد ما مرضت. كنت مريضة مدة عام ولا أكثر بحال هكاك، ولقيتها هي السند الوحيد اللي لقيتها. الله يحفظها ليا ويخليها ليا ويحفظ جميع امهات المسلمين يا ربي امين. كل ام في البيت كتعني شمعة تضيء في البيت كل نواحي. تفضلي جميله. تفضلي حنان كنسمعوك. انا كنشكر من الام ديالي بزاف، وهذه هي الرساله اللي بغيت نقولها ليها، ولا عزيزة عليا بزاف واحد الدرجة ما كتصورش، وهي اللي لقيتها وقفت معايا. انا اللي كنت مقابله ولات هي اللي مقابلاني. لمينة اش كتقولي في الكلام في الحق ديال حنان؟ سمعتي الكلام ديال حنان؟ هي بنتي الله يخليها ليا والله يطول عمرها بنتي. ودايما كنلقاها دايما في المرض ديالي، دايما كنلقاها عزيزة عليا بزاف، وهي اللي فيا بزاف، وهي اللي نتمدى عليها انا. الله يخليكم دائما لبعض. الله يخليكم القاعه في المرض هي كتلقاني وانا كنلقاها. الله يخليكم بعضياتكم الحاجه يا رب. يا ربي امين. لا تبغي خاطر ان شاء الله. ان شاء الله كنتم الله يطول عمركم. شكرا الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا لك يا ربي امين. الله يطول العمر ليها يا رب يا رب يا رب. حنان كيف جاتك الفكره ديال ان هذه المسابقه كيف جاتك وان تعطات الفرصه بهذا الشكل هذا تقول لي مساج ديالكم؟ كنشكر اذاعه الشهاده وكنشكر الناس ديال ايديال على زعما اللي تحت لنا هذه الفرصه هذه، وكنشكر الامهات ديالنا واخا معانا وداكشي، ولكن ماشي بحال هكا كاع جميع الناس كيسمعوا. عرفتي واحد الفرحه كبيره جميله اختي هذه وحق لا اله الا الله. اول شيء الله يحفظ لك الميمه
الله يحفظك ايضا ويشافيك يا ربي يا ربي امين. شكرا لك وما تنسيش يا ربي امين ما تنسيش انكم بزوج كتربحوا معنا باك اللي هو عباره عن منتوجات ديال ايديال، بالاضافه ان الرقم ديالكم بزوج كيدخل في القرعه الكبرى اللي غتمكنكم ان شاء الله قريب نعرفوا شكون اللي غيفوز معنا بجوج ديال التليفونات المره الثانيه في القرعه ديالنا الثانيه. ودائما كنتمنوا الحظ الموفق ان شاء الله لكل السيدات والساده. رقمنا راه الاشاره نهار الاثنين ان شاء الله راجعين لكم عاود بالارتسامات وبابتسامه وبلي ميساج الزويونين ديالكم اللي كتبعتوهم وكترسلوهم في حق الامهات ديالكم. كيف قالت حنان واخا كيكونوا الوالدين معنا ولكن ملي كتجيك الفرصه انك تقول وتعبر على المحبه ديالك بهذا الشكل هذا وكتحاول انك تنتقي الكلمات وكتقول واخا هاد الكلمات كلها ما قلتش كاع كل اللي كيخرج للصدر ديالي وكتقول قدام الناس كاملين وكيسمعوك دائما خلال شاده فهم فحاجه اللي هي كبيره وكيستحقوها الامهات وكيستحقوا دائما الشكر والتقدير. اكيد ما يتقلق واش معنا حتى الاباء حتى هما عندهم حقهم طبيعه الحال وعندهم الشكر ديالهم، ولكن اليوم كنشكروا الام اللي ما كتقدم، كنشكروا الامهات ماشي فقط لولدات اللي ربات اللي سهرات اللي بزاف ديال الحاجات، واكيد اللي غادرنا لدار البقاء دائما كنجدوا عليهم الرحمات وكتبقى الذكرى الغاليه والعزه كتبقى في القلوب ديالنا. مازال قدامكم فرصه باش انكم تعبروا على هذه المحبه بشكل اخر بشكل اللي هو مبتكر بشكل اللي هو فني وحسي كثير من خلال التواصل معنا دائما على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0614 57 20 92. حظ موفق للجميع. وانت شنو بغيتي تقول للام ديالك؟ مع فقره امهات ايديال شارك معنا رساله حب وامتنان للام ديالك وعبر فيها على كل احاسيسك وفوز كل شهر بجوج تليفونات سمارت فون بيناتهم لا محدود ليك والميمه العزيزه عليك. وكذلك ايديال كتهديك العديد من المنتجات للربح كل يوم. ايديال معك كل الامهات للحياه.